مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم رباح مع شوف تيفي مباشرة من قناتكم شوف تيفي. تحية كبيرة لكم، نتمنى انكم تكونوا دوزتوا نهاركم بخير وعلى خير. شكرا لكم على الوفاء ديالكم وعلى التتبع ديالكم البرنامج رباح مع شوف تيفي. تحية كبيرة للمشاهدين خارج ارض الوطن اللي كيتبعوا جميع برامج قناة شوف تيفي وخصوصا برنامج رباح مع شوف تيفي. تحية كبيرة لكم من عند خوكم صلاح الدين فرحتي أمام الكاميرا، وتحية كبيرة كذلك لطاقم البرنامج أسامة زين الدين وكذلك سمير، شكرا لكم بزاف. تحية لكم نتوما مشاهدينا، مرحبا وألف مرحبا معنا في برنامجكم رباح مع شوف تيفي، برنامج المسابقات المتعة والترفيه، برنامج العائلة الأهل والأحباب والأصدقاء. اليوم 23 مارس 2019 وهذه 16 ديال الدقائق قد مباشرة من استوديوهات قناتكم شوف تيفي ومن برنامج رباح مع شوف تيفي. إذا نتوما مشاهدينا ما عليكم غير تواصلوا معنا، الرقم الهاتف ديالنا هو كدار أسفل الشاشة 06 61 93 78 35. وغادي نمشي نشوف أول كومنتير في حلقة هذا اليوم. كيبانوا لي بزاف ديال لي كومنتير، لكن أنا غادي نشوف أول كومنتير في حلقة هذا اليوم. المشاهدين كيتسناو غير امتى يبدا البرنامج، الحمد لله كيتواصلوا معنا، كيكون الضغط على الهاتف. خويا سعيد قالينا السلام وعليكم السلام. علي قالينا سالي، شكرا لك اخويا علي، تحيه كبيره ليك. المغربي العربي حسين تم، شكرا ليك. اشنو الربح اشنو الربح يوسف؟ خويا يوسف كل واحد كيربح في نهايه الاسبوع جائزه ديال 500 درهم اللي جاب اكبر عدد من النقاط. ام ايناس سلام وعليكم السلام ورحمه الله. شكون اخر اللي معنا؟ عمر قال لنا السلام، شكرا لك. ليلى السلام، تحية كبيرة لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع. نتمنى لكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى أنكم تكونوا دوزتون نهاركم بخير وعلى خير. إذا نمشيو ناخذوا أول مكالمة في حلقة اليوم. اليوم المنتخب الوطني المغربي غادي يلعب مع الأرجنتين في طنجة، مقابلة غير ودية، لكن حنا غادي نحاولوا نسولوا كل مشارك معنا شنو التوقعات ديالو لهاد المقابلة. على بركة الله ناخذوا أول مكالمة في حلقة اليوم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، الاسم الكريم والمدينة؟ مرحبا سي محمد، لاباس عليك؟ الحمد لله. كي دايرين الناس ديال وجدة؟ كلشي بخير؟ بخير لله الحمد. الحمد لله. فينا حايف وجدة سي محمد؟ نعم. فينا حايف وجدة؟ لا في واد لو. في واد لو؟ نعم. صحابي قلتي لي وجدة. اشي مشكل اشي مشكل ياك واد لو ياك؟ نعم. مرحبا والف مرحبا ودي سي محمد. كنشكرك من هذا البرنامج. الله يحفظك الله يبارك فيك ودي سي محمد. قول يا سي محمد، اليوم المنتخب الوطني المغربي غادي يلعب مقابله حبيه مع منتخب الارجنتين، شنو التوقعات ديالك للمقابله بعدا وعاد ندوزو للمسابقه؟ التوقعات النتيجه اشنو النتيجه؟ تعادل وصافي. تعادل اش 0 0 1 1 2 2 3 3 شحال؟ يمكن 1 1 1 1 هادشي اللي قال. اييه هذا التوقع ديالك السي محمد، ونتمنوا حنا التوفيق للفريق الوطني المغربي. يلا على بركه الله نمشيو نمشيو للمسابقه. ان شاء الله. على بركه الله نعطيوك اختيارات السي محمد. عندنا ثقافه عامه، الدين، الرياضه، الامثال، الغاز، ولا تقلدني؟ ثقافة عامة، الدين، الرياضة، الأمثال، الغاز، ولا قلدني؟ ندير الدين. نمشيو للأسئلة الدينية، مرحبا. في البداية دائما كيكون سؤال سهل أودي سي محمد، ياك ما نصعبوش معاك الأمور. يلا أعطيني خمسة ديال الأسماء ديال الأنبياء والرسل، ياك؟ كتسمع يكون فيهم حرف السين بحال إدريس. حرف السين. أيه. بحال ادريس مثلا، انبياء خمسه ديال الاسماء ديال الانبياء والرسل يكون فيهم حرف السين بحال ادريس. اسماعيل. اسماعيل فوالا. جوج. اسحاق. اسحاق. زيد. نعاونك. يوسف. يوسف. زيد. وبقى لك واحد. ايه نقولوا مثلا موسى. يونس. موسى. يلا هما 10 ديال النقاط، مزيان. نتمنى لك التوفيق سي محمد. تبقى في الاسئله الدينيه ولا تبدل؟ لا نبقى في الدينيه. اييه مرحبا والف مرحبا. يلا دابا غتعطيني خمسه ديال الصور من القران الكريم صافي؟ اييه يكون فيهم حرف الحاء. الحاء.
بحال سورة الفاتحة. يلا سورة الفاتحة واحد. سورة الفاتحة، سورة زيد الممتحنة، الممتحنة فوالا، الرحمن الرحمن، سورة زيد ثلاثة، بقاو لك جوج. أهيه الفاتحة، الممتحنة، الرحمن، زيد الأحقاف، برافو، ها هما أربعة. يلا بقات لك سورة، يلا بسرعة. سورة نوح. سورة نوح ما كايناش كنظن. سورة نوح ما كايناش، لا ما كاينش سورة، كاينة عفوا، كاينة سورة نوح، كاينة، جواب صحيح. ها هما 20 نقطة، كاينة سورة نوح 20 نقطة. مزيان تبقى في الدين ولا تبدل؟ عندك الحق في سؤال ديني واحد آخر، يعني ثلاثة الأسئلة في كل مرحلة. واخا نزيد سؤال واحد. مرحبا، يلا أنا نحاول نعطيك شي سؤال في الدين. يلا السؤال كيقول سي محمد، ما هي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ أعظم سورة في القرآن الكريم، أهيه يلا خذ مهلة صغيرة. أنا نحيي كاع اللي معنا في اللايف، شكرا لكم، قالوا لنا يونس، برافو لكم، موسى، سليمان، شكرا لكم على التفاعل ديالكم معنا في برنامج رباح مع شوف تيفي مباشرة من قناة شوف تيفي. يلا سي محمد، ما هي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ أعظم سورة في القرآن الكريم، أهيه يلا أنا نحسب لك على خمسة، خمسة، أربعة. أنا حاولت نساعد، سورة معروفة، معروفة في القرآن الكريم، يعني بزاف الناس تيقراو هاد السورة، هادي ساهلة وزوينة ومعروفة، هي أعظم سورة في القرآن الكريم. يلا خمسة، أربعة. آية الكرسي؟ نعم؟ آية الكرسي. لا هذيك آية، هذيك آية، آية الكرسي كاينة في سورة البقرة. لا هذيك آية، أنا قلت لك أعظم سورة في القرآن الكريم. أعظم سورة، أنا مشات لي من بالي وصافي. عرفت غتكون عندك المعلومة غير في هاد اللحظة مشات ليك، يلا حاول تفكر ربما تلقى الجواب. يلا خمسة، أربعة، ثلاثة، جوج، واحد. سي محمد، نعم، شكرا لك على المشاركة وقدم تحية ديالك. نعطيك الاسم ديال الصورة. هي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، هي أم القرآن، هي أم القرآن، وهي السبع المتاني، وهي أم الكتاب، هي أعظم سورة في القرآن الكريم، هي سورة الفاتحة. شكرا، الله يحفظك، ماشي مشكل. يلا قدم تحية ديالك سي محمد وشكرا لك على المشاركة. كنشكركم على البرنامج وكنشكرك انت خويا، بارك الله فيك، الله يخطيك، تحية كبيرة لك. شكرا لك سي محمد، تحية كبيرة لك، وتحية لكل مشاهدينا بمدينة واد لو، المدينة الجميلة. تحية كبيرة لك سي محمد، انت كنتي اول مشارك معنا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم رباح مع شوف تيفي. حنا مازالين معكم مشاهدينا، ناخذ ساعة ديالنا في البرنامج ان شاء الله، من بعد غادي يكون برنامج مباشرة مع رضوان العلالي، ومن بعد غادي يكون الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي وناظيره الارجنتيني. يلا نمشيو ناخذ مكالمة اخرى، ما نخليوهاش تسنى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا ومرحبا، الاسم الكريم والمدينة. معك عزيز من مدينة سلا. تحية، مرحبا سي عزيز، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك سي عزيز، تحية لك وتحية لكل مشاهدينا بمدينة سلا الجميلة. الله يحفظك سي عزيز. اليوم المنتخب الوطني المغربي، شنو رأيك وشنو التوقعات ديالك النتيجة ودي سي عزيز؟ إيوا كنتمناو ليه التوفيق إن شاء الله. أكيد، شحال؟ 3-0 إن شاء الله. 3-0 للمنتخب الوطني زعما؟ أو زعما الأرجنتين ما غيكونوش حاضرين زعما؟ 3-0 كاع؟ هي هذه التوقعات ديالكم ديال السي عزيز، حنا كنتمناو التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. يلا نمشيو للمسابقه. مرحبا. مرحبا، يلا الثقافه عامه، الدين، الرياضه، الامثال، الالغاز، ولا تقلدني السي عزيز؟ ثقافه، الدين، الرياضه، الامثال، الالغاز، ولا تقلدني؟ نعم، ثقافه عامه. ثقافه عامه، مرحبا، نحاول نعطيك شي سؤال في الثقافه العامه. يلا اعطيني خمسه د الاسماء اخويا عزيز يكون فيهم حرف الزاي بحال عزيز. خمسة الأسماء يكون فيهم حرف الزاي. أي عزيز واحد. زهير. زهير جوج. زبير. زبير ثلاثة. زكريا أربعة. عبد العزيز. وعبد العزيز خمسة، برافو لك، ها هما خمسة، عشرة ديال النقاط أخويا عزيز. يلا تبقى في ثقافة عامة ولا تبدل؟ سير
الثقافه العامه. مرحبا، انا نحاول نعطيك شي سؤال في الثقافه العامه. يكون سهل، يكون سهل، يكون معروف. شويه يكون شويه واخا. يلا انا نحاول نعطيك سؤال سهل هذا خويا عزيز، صافي. يلا السؤال كيقول شكون هو الرئيس ديال فرنسا الحالي؟ من هو الرئيس الفرنسي الحالي؟ الاسم ديال الفرنسي الحالي، هي الاسم ديالو هذاك ماكرو. اييه الاسم الكامل ايمانويل. ايمانويل ماكرو، برافو ليك. يلا ها هي 20 نقطه. تبقى في ثقافه عامه ولا تبدل؟ مرحبا، يلا نتمنى لك التوفيق. يلا السؤال كيقول يا سيدي عزيز، كم من دولة عربية في العالم؟ كم من دولة عربية في العالم؟ في العالم، أي تحية لكل مشاهدينا اللي معنا في اللايف، تحية كبيرة لكم. قالوا لنا نزار، برافو كوثر، قالت لنا زهير، عزيز، زبير، زيد، برافو حسين، قال لنا نزار، تحية كبيرة لكم وشكرا لكم على التفاعل ديالكم معنا في برنامج رباح مع شوف تيفي. يلا كم من دولة عربية في العالم سي عزيز؟ الجواب نعطيك احتمالات ولكن كيبقى الحق عندك بجواب واحد، اش بالك؟ تعطيني احتمالات اولا؟ الا بغيتي نعطيك احتمالات نعطيك احتمالات لكن كيبقى عندك الحق. ها نقول جواب ولا ما عرفتش؟ تعطيني احتمالات. واخا يلا توكل على الله. 28 على الله. شحال؟ 28. ماشي 28. واخا اعطيني احتمالات. واخا نعطيك احتمالات. المهم قربتي انت الجواب. المهم على اي، يلا انا نعطيك احتمالات. كم من دوله عربيه في العالم؟ غادي نقولوا 22 24 26. 22 24 26. نقول 26. حيت دابا قلت لك قربتي الجواب مشيتي 26 ياك. واه الله صافي ضربت حظ. ضربت حظ وللاسف الجواب ماشي هو هذاك. 24 22 اي 22 دولة عربية في العالم كله، مقسمين على جوج، كاين اللي في افريقيا وكاين اللي في اسيا. معليش. يلا شكرا لك سي عزيز، تحية كبيرة لك وعلى الروح الطيبة ديالك وخفة الدم ديالك، شكرا لك. الله يحفظك، قدم تحية ديالك، قدم تحية ديالك. الله يبارك فيك اخويا، تحياتي لكم كاملين. شكرا لك، تحياتنا لك سي عزيز وتحية لكل مشاهدينا بمدينة سلا الجميلة. قالوا لنا مانويل ماكرو، برافو لك اخويا السي محمد. قال لنا محمد 26 دولة، لا ماشي 26. عبد الله قال لنا السلام وعليكم السلام. كوثر قالت لنا 15، لا ماشي 15 لا كوثر، 22 دولة عربية في العالم. ولا بغيت نقولهم لكم كاملين، من مصر، السودان، الجزائر، المغرب، العراق، اليمن، سوريا، تونس، الصومال، الامارات، ليبيا، الاردن، لبنان، الكويت، موريتانيا، عمان، قطر، جيبوتي، فلسطين، السعودية والبحرين وجزر القمر. 22 دولة عربية. نمشيو ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. أهلا بخير. الله يبارك فيك، الاسم الكريم؟ الغندور جمال. مرحبا السي جمال، لاباس عليك؟ مرحبا بارك الله. فينا مدينة السي جمال؟ من البروج. تحياتي لك وتحية لكل سكان مدينة البروج. الله يحفظك. الله يبارك فيك، كي دوزتي النهار مزيان؟ الحمد لله. الحمد لله. السي جمال، اليوم المغرب مع الأرجنتين ماتش ميكال، شنو التوقعات ديالك الماتش؟ ان شاء الله يربح المغرب جوج لواحد. جوج لواحد ان شاء الله. يا كل سي محمد قال لنا قال لنا واقيلا التعادل. عزيز قال لنا 3-0. انت قلت لنا شحال؟ جوج لواحد. جوج لواحد. نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. يلا نمشيو للمسابقه سي جمال. مرحبا، نعطيوك اختيارات. 3-2-1، ثقافه عامه، دين، رياضه، امثال الغاز، ولا تقلدني يا سي جمال. ثقافه عامه، ثقافه عامه، دين، رياضه، الامثال، امثال شعبيه، الغاز، ولا تقلدني. شنو اختاريتي؟ الرياضه. 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 مرحبا والف مرحبا. يلا انا نحاول نعطيك شي سؤال في الرياضه. يلا اعطيني خمسه الملاعب المغربيه ديال كره القدم. خمسه الملاعب المغربيه. هي ديال كره القدم، هذا سؤال سهل. ملعب مراكش كبير. مراكش كبير. كازا. محمد الخامس. ملعب الرباط. ملعب طنجة الكبير. بنو بطوطة. نعم. بنو بطوطة طنجة. بنو بطوطة. زيد بقى لك واحد. وملعب نقولوا أدرار، أكادير مثلا. بركان. ولا نقولوا الملعب البلدي ياك. الملعب ديال سميتو. الشرفي. الملعب أدرار ديال أكادير وديال بركان سميتو الملعب البلدي ولا الشرفي بحال هكا ياك.
مع لاين، ها هي 10 ديال النقاط. يلاه بدايه مزيانه، تبقى في الرياضه ولا تبدل؟ لا الرياضه تبقى في. عندك شويه مع الرياضه مزيان؟ نعم عندك مع الرياضه مزيان شويه سي جمال. شو كنتبع؟ يلا اعطيني خمسه د الحكام في البطوله الوطنيه ديال كره القدم. تازي هشام تيازي واحد، القزاز القزاز جوج، زيد رضوان جيد ثلاثة، رضوان كاين رضوان جيد ثلاثة، زيد يعقوبي يعقوبي فوالا أربعة، زيد ولا إلا عرفتي تادوك، إلا عرفتي تادوك ديال الشرط عطينا، بقى لك غير واحد هادوك ديال الشرط. إلا كاين الحكم مونديالي تنسى ليا رضوان عاشق عاشق انا عتقتك صافي يلا هي 20 نقطة ودي سي جمال. تبقى في الرياضة ولا تبدل؟ لا نبقى في الرياضة. مرحبا. يلا دابا غنعطيوك سؤال، السؤال كيقول سي جمال نتمنى تجاوب على هذا السؤال، السؤال كيقول شكون هو الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل فوزي القجع؟ الفهري، الفاسي الفهري. شكون؟ الفاسي الفهري. علي الفاسي الفهري. برافو ليك 30 نقطة. كتبان لي عندك مع الرياضة مزيان. يلا دابا سالينا الرياضة حيت ثلاثة الأسئلة في كل مرحلة، شنو تختار دابا؟ ثقافة الدين، ثقافة عامة الدين، أمثال الغاز ولا تقلدني؟ ثقافة عامة. ثقافة العامة، مرحبا وألف مرحبا. يلا السؤال كيقول سي جمال، من هو صاحب هذه المقولة الشهيرة؟ المقولة كتقول مصائب قوم عند قوم فوائد. هي هذه راه معروفة هذه المقولة، مصائب قوم عند قوم فوائد. من صاحب؟ كاين شي اختيارات؟ انا نعطيك اختيارات لكن كيبقى الحق في جواب واحد عندك. انا نعطيك اختيارات. من هو صاحب هذه المقوله الشهيره مصائب قوم عند قوم فوائد؟ انا غنعطيك اختيار الاول المتنبي ولا ابن عثيمين ولا احمد شوقي. المتنبي احمد شوقي ابن عثيمين المتنبي المتنبي بن عثيمين احمد شوقي. ثلاثه شكون هو اللي اختاريتي؟ احمد شوقي. احمد شوقي جواب نهائي؟ نهائي واخا ما متاكدش منه. ما متاكدش منه وماشي هو اللي قال هذه المقوله هذه، قالها المتنبي ابو الطيب المتنبي في قصيدته عوادل ذات الخيل في حواسد. يا سلام على يلا شكرا لك سي جمال، قدمت تحيه ديالك، قدمت تحيه ديالك وشكرا لك على المشاركه. شكرا لك. نشكر كاع الناس اولا تحياتي للقناه جميع. بارك الله فيك. قناه تي في. بارك الله فيك. الناس ديال بن مسكين والبروج ونتمنى اليوم حظ سعيد للمنتخب الوطني. بارك الله فيك، شكرا لك، تحيه كبيره لك سي جمال. تحياتي لك، تحيه لك وتحيه للناس ديال البروج، شكرا لك على المشاركه ديالك اودي سي جمال، والشرف لنا انك تدوز معنا ونورتي البرنامج، تحيه كبيره لك ونتمنى انك تدوز معنا في حلقات مقبله بحول الله. تحيه لاسامه مخرج البوغوس سنتي تحيه كبيره لك، شكرا لك. اذا احنا مشاهدينا مازال معكم دائما برنامجكم رباح مع شوف تي في مباشره من قناتكم شوف تي في، تحيه كبيره لكم. تواصلوا معنا، الرقم هو كيدار اسفل الشاشه، انا دائما تنضحك انا والمخرج باش كندوزوا للسويعات. تحيه كبيره لك اخويا اسامه. على اي نمشيو ناخذوا مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا، الاسم كريم. فاطمه الزهراء من الترباط. مرحبا زهراء. لوسون لوسيون الارجنتين مقابله غير حبيه، شنو التوقعات ديالك؟ المنتخب الوطني زعما الارجنتين ما يماركيش. شتي الارجنتين كامله على اي يلا توفيق المنتخب الوطني المغربي. والتوقعات ديالك قلتي 2-0، السي جمال قال لنا 2-1. عزيز سبق لاله فاطمه الزهراء ما سمعتكش. مشيو للمسابقه واخا صافي بعدي من الرياضه خليها هي تياب زربه ثلاثه المرات. ني عندك الحق تخطئي ونمروا لسؤال اخر. كون اختاري انا نعطيك واحد الكلمه صغيره غير كلمه هذه ياك. ما تستبطتها ما تستبطتها مش يمكنك يلا نعاود لك اختيارات سهله لاله فاطمه الزهراء. يلا اعطيني خمسه د المدن المغربيه ياك. كير اكادير جوج، تينغير تينغير ثلاثه و... نقولوا مثلا دار بيضاء دعم ثقافه عامه. كتبعي برامج قناه شوف
كيدوز على قناه شوف تي في سواء في المباشر ولا في سير يوتيوب. الا ما عرفتيش قلت لك اعطيني اسم ديال البرنامج كيدوز على قناه شوف تي في، في قناه شوف تي في نقيد لك 10 نقاط. نو ما عرفتيش، ماشي مشكل، نمشيو لسؤال اخر. هذه غير في اطار تعريف بالبرامج ديال قناه شوف تي في. يلا اعطيني خمسه ديال الكواكب لاله فاطمه زهراء، خمسه ديال الاسماء الكواكب. زمرده، المريخ. ما سمعتش الاولى شنو هي؟ قلت لك زمرده، المريخ. زمرده؟ اه ما كاينش زمرده. زمرد. زمرد؟ اه ما عرفتش هذا، ما كاينش هذا الكوكب زمرد. انا كنت كنسمع ملي كنت صغيره كوكب زمرد. زمرد كاينه وسما كوكب زمرد. ما كنظنش كيك على عين واخا كانوا كيديروا في سبيس تون. اه في داك في الرسوم. يا لا هذا ما كنظنش كاين هذا الكوكب، هذا كاين في المجموعه الشمسيه. انا كنت كنسمع ملي كنت صغيره كنتي مبليه بالرسوم. هاد هاد الكوكب ما كنظنش كاين، هذا الكوكب زعما غير في اطار الافلام ديال الكرتون ربما على ما كنظن. ياك في اي المريخ، اي المريخ واحد. كوكب القمر ياك كاين، هو القمر نقولوا كوكب القمر، والارض ما كيتعتبروش من الكواكب، كيتعتبروا من الجرم على اي، ماشي مشكل نعتبروا كوكب. يلا هو القمر جوج، الارض الارض ثلاثه، واحد لا بقاو لك جوج قلنا، قلتي قلتي المريخ وقلتي الارض وقلتي القمر. القمر بقى واحد. اي بقاو لك جوج حيت قلنا خمسه. خمسه. معروفين راكي عارفهم غير في هذه اللحظه مشاو لك. وي راه اكزاكتوم انا كتجي تلفا. اييه يلا غير حاولي يلا. واحد جاي من الاسم ديالك تقريبا. الزهرة. الزهرة فوالا ها هو أربعة. يلا بقى لك واحد. نقولوا أه؟ يلا فاطمة زهرة أنا كنسمع. يلا بقى لك كوكب واحد، اسم ديال الكوكب. يلا نقول أنا نقول لك عطارد. عطارد والمشتري وزحل. راه هادو كلهم عارفهم غير مشاو لك في هذه اللحظه. وي يلا هيا وزحل واورانوس وبلوتون. يلا هما هما 20 نقطة. تبقاي في ثقافة عامة ولا تبدلي؟ نبقى في ثقافة عامة. مرحبا يلا أنا نحاول نعطيك شي سؤال في الثقافة العامة. سؤال كيقول يا لالا فاطمة الزهراء، كم من دولة عربية في قارة آسيا؟ في قارة آسيا. أي شحال من دولة عربية في قارة آسيا؟ كاينين شي. بغيتي نعطيك احتمالات؟ نعطيك احتمالات لكن احتمالات. لا كيبقى لك الحق في جواب واحد. واه عطيني احتمالات. واخا نعطيك احتمالات، نقول لك 10 ديال الدول، 12 دولة، 14 دولة. عدد الدول العربية في قارة آسيا 10 12 14. يلا ركزي مزيان، حاولي تفكري معك شي واحد يتعاون معك في الأجوبة ولا بوحدك؟ كاين حتى شي واحد، كاين بوحدي. يلا نتمنى لك التوفيق، يلا حاولي تركزي. أعطيني جواب نهائي. نعم 12. جواب نهائي. نهائي 12. وجوابك صحيح. صحيح برافو لك. 12 دولة عربية في قارة آسيا. أي حنا نقولوهم باش المشاهدين يعرفوهم، كاينة فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، اليمن، البحرين، السعودية، عمان، الإمارات العربية، الكويت، العراق، وقطر. ها هما 12 دولة عربية في قارة آسيا. يلا تبقي دابا سالينا الثقافة عامة، أشنو تختاري؟ باقي لك الدين، باقي لك الدين، الرياضة، الأمثال الشعبية، الألغاز، وقلدني دزناها. مشيو الأسئلة الدينية. مرحبا نعطيك شي سؤال في الدين. نتمنى أنك تمكني من الإجابة يا لالا فاطمة الزهراء. أييه يلا غتعطيني خمسة صور القرآن الكريم ياك؟ خمسة صور؟ أي يكون فيهم حرف الباء بحال سورة البقرة. حرف الباء سورة البسملة. البسملة الفاتحة. لا الفاتحة ما فيهاش حرف الباء، الاسم ديال السورة بحال البقرة فيها حرف الباء. بلاتي يلا البقرة واحد.
بقره، زيت، يلا انا نشكر كاع اللي معنا في اللايف، تحيه كبيره لكم نتوما اللي معنا في اللايف، تحيه كبيره لكم، شكرا لكم، برافو ليك سعيده، هي عطاتنا صوره فيها حرف الباء، شكرا ليك. كنفكر بلاتي نجبدها لك، انا كنحاول نخليك مهله، كنحاول مع كلهم عطاونا اجوبه هنايا، كاين اللي عطانا اجوبه صحيحه في كم عدد الدول العربيه في قاره اسيا، كاين اللي عطانا 12، كاين اللي عطانا 14، كاين اللي عطانا 5، 14، على اي جواب صحيح هو 12 دوله عربيه في قاره اسيا. في دواء قالت لينا الكوثر، الكوثر ما فيهاش حرف الباء. لا حنا كنقلبوا على الصوره فيها حرف الباء بحال صوره البقره. يلا لاله فاطمه زهره نزيد نساعدك. زيد ساعدني. نقولوا سوره التوبه مثلا، ها هما جوج. ودونك بحال هكا نقدر واقع. اي بحال هكا، ماشي ضروري تكون الوسط ولا في الطرف ولا في البداية، تكون غير فيها حرف الباء. يلا. توبه، البقره جوج. البقره. والتوبة. والو؟ فاطمة زهرة. نساء لا، نساء نو. ما فيهاش حرف الباء. فاطمة زهرة. يلا والو قول مشاو ليك. فرج نو. انا كنفكر. كنسمع حداك الوليدات بنتي. هي الله يكبرها في عزك ودي لها فاطمة زهرة. شنو الاسم ديالها؟ نسرين. نسرين، تحيه للكتكوته نسرين، تكبر في عزك ان شاء الله. يلا لالا فاطمة. نعم. إخلاص نو. الإخلاص ما فيهاش حرف الباء. لا. أي البقرة، التوبة. نزيدك صورة أخرى. زيدني. يلا هما بقاو لك ثلاثة، يعني نحاولوا ما نتعطلوش حيت كاينين مشاركين أخرين كيتسناو. تحية لكل معنا اللي معنا في اللايف، تحية كبيرة لكم، برافو لكم، هما عطونا أجوبة كثيرة، أجوبة صحيحة، شكرا لكم بزاف. سعيدة جواب. سعيدة جواب صحيح، سعيدة جواب صحيح، برافو، عطاتنا ثلاثة ديال الصور فيهم حرف الباء، شكرا ليك. نور جواب صحيح، فوالا فوالا. منار جواب صحيح، سعيدة كذلك. أحزاب. الأحزاب ثلاثة. يلا. الأنبياء. الأنبياء فوالا، سورة الأنبياء، بقات لك صورة واحدة. سبأ. صورة سبع فوالا، ها هما خمسة غير، هو الله يرضي عليك، نحاولوا ما نتعطلوش صافي حيت كاينين مشاركين اخرين. يلا هي 40 نقطة على لالة فاطمة زهرة، تبقاي في الدين ولا تبدلي ياك ما جاك أسئلة صعاب في الدين؟ نبقى في الدين. مرحبا، يلا نحاول نعطيك شي سؤال ديني. نشوف لك شي سؤال يكون في المتناول. سؤال سؤال كيقول لالة فاطمة زهرة، كتسمعيني ياك؟ ما هي الصورة، ما هي الصورة التي لا تبدأ بالبسملة؟ صورة ما فيهاش البس، صورة ما فيهاش العمران. آلي عمران. آلي عمران فيها البسملة في الأول، فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذه صورة ما فيهاش البسملة. هي صورة عرفتها. مشات ليك. لا لا عرفتها. ما هي الصورة؟ مور البقرة. كاين آل عمران، كاين النساء، كاين المائدة، كاين الأنعام، كاين الأعراف، هادو هما الصور اللي من ورا البقرة. يلا خمسة، أربعة، ثلاثة، جوج. نعم. توبة. شكون اللي عطاك الجواب؟ في واحد. جواب نهائي؟ جواب نهائي؟ واخا نهائي. جوابك صحيح، يلا نحاولوا ما نتعطلوش، هي صورة التوبة، برافو ليك. سورة التوبة ما كتبداش بالبسملة مباشرة، كتبدا ببراءة من الله ورسوله. يلا على أيا دونك باقي لك سؤال ديني، تاخذي سؤال ديني ولا تمشي تبدلي المرحلة؟ نمشيو هذوك الأمثال الشعبية. نمشيو للأمثال الشعبية، مرحبا، نعطيك مثل، نعطيك البداية للمثل الشعبي وأنت تعطينا الكمالة، صافي؟ مرحبا، يلا. يلا نحاول نشوف لك شي مثل شعبي يكون سهل. يلا المثل الشعبي كيقول يا لاله فاطمه الزهراء، المثل الشعبي كيقول اللي شد في الصحيح. شنو؟ اللي شد في الصحيح. انت غتعطينا الكماله ديال المثل الشعبي
وفيه القافيه على وزن صحيح. اللي شد في الصحيح فاطمه الزهراء كيف؟ لا لا، اللي شد في الصحيح، اللي شد، الا شديتي في الصحيح، اللي شد في الصحيح انت غتعطينا لكم هذا المثل الشعبي وفيه القافيه على وزن صحيح. اللي شد في الصحيح، اللي شد في الصحيح، زعما الا شديتي في شي حاجه صحيحه شنو كيوقع لك؟ انا كنحاول نبسط معاك الجواب. اللي شد في الصحيح عمره ما يطيح. عمره ما يطيح، برافو. برافو ليك، هيا 60 نقطة، يلاه تحية كبيرة ليك. كتنقلي من اللايف على ما كنظن، لا؟ ما كتنقليش من اللايف. لا أنا ماشي أونلاين، ما عنديش كونيكسيون. صافي يلاه. كنعيط لك من التليفون. يلاه حيت عطاونا أجوبة صحيحة، قالوا لنا بزاف، رشيد قال لنا عمره ما يطيح. ما يطيح، عمره ما يطيح، حسنة قالت لنا عمره ما يطيح، برافو ليكم. تحية كبيرة لكم نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير، راهم كيتعاونوا معك في الأجوبة. يلا تبقاي في الأمثال الشعبية. مرحبا. يلا المثل الشعبي كيقول يا لالا فاطمة الزهراء، المثل الشعبي كيقول اللبن والزبدة كانوا خواتات. شنو؟ اللبن والزبدة كانوا خواتات. ما سمعتكش مزيان. أنا نعاود لك المثل الشعبي، المثل الشعبي كيقول اللبن والزبدة كانوا خواتات. انت غتعطينا لكم هذا المثل الشعبي وفيه القافيه على وزن خواتات. خواتات اييه، اللبن والزبده كانوا خواتات. زيد فاطمه الزهراء مشالك هذا المثل الشعبي؟ لا ما عرفتوش، ما طاح لي في بالي. يلا خير، حاولي حاولي شويه، الا ما لقيتيش الجواب نعطيك الجواب. ماشي مشكلة، نعطيك الجواب. لالا فاطمة الزهراء كيقول لك المثل الشعبي اللبن والزبدة كانوا خواتات. أه؟ ما فرقهم غير العيالات. أنا ما عمري ما سمعته. ولكن صحيح هذا المثل الشعبي ولا ماشي صحيح؟ صحيح. صحيح، اللبن والزبدة كانوا خواتات، مشروكين، ما فرقهم غير العيالات، وفيه حكمة هذا المثل الشعبي هذا. على أي، يلا شكرا لك لالا فاطمة الزهراء، وقدمي التحية ديالك وما تنسيش الكتكوتة الصغيرة البنية. يلا قدمي تحية ديالك، قدمي تحية ديالك. بارك الله فيك. نتجاولها وكنسلم بزاف على ماما غين. بارك الله فيك تحية. بارك الله فيك، تحياتنا لك، تحياتنا كبيرة لك، وتحياتنا كذلك للزوج ديالك والبنية ديالك، وربي يكبر في عزكم بجوج وديال لالا فاطمة الزهراء. شكرا لك. بارك الله فيك، تحياتنا لك. شكرا لك لالا فاطمة الزهراء، كنتي معنا من مدينه الرباط. تحيه كبيره ليك وتحيه للزوج ديالك وتحيه للكتكوته ديالك، ربي يكبرها في عزكم وربي يحفظها لكم. اذا حنا مشاهدينا مازالين معكم في برنامجكم رباح مع شوف تي في مباشره من قناتكم شوف تي في. هذه 6:45 دقيقه قد واليوم الثلاث 26 مارس 2019 مع 8 غادي يلعب المنتخب الوطني المغربي. ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. ورحمة الله. الاسم الكريم محسن ياك؟ صلاح باش. اهلا محسن، لاباس عليك؟ بارك الله فيك. كتجي في الدقيقة 90 اودي السي محسن. ياك. كلشي مزيان، لاباس عليك؟ تحياتي ليك وتحية الناس ديال مراكش. الله يحفظك اسي. الله يحفظك. يلا سي محسن، اليوم المنتخب الوطني المغربي والأرجنتين، شنو النتيجة ديالك؟ التوقع ديالك؟ نمشيو ل لا، شنو التوقع ديالك المنتخب الوطني مع الارجنتين؟ صافي ماشي مشكل، شنو التوقع ديالك؟ اه نعم صافي. كيفاش؟ خليوها اوفير، يلا خليوها مفتوحه، يلا ماشي مشكل، خليوها اوفير. يلا نمشيو للمسابقه، شنو تختار؟ الثقافه عامه، الدين، الرياضه، الامثال، ولا الالغاز، ولا تقلدني يا سي محسن؟ الثقافة عامة. أيه. مرحبا، يلا انا نحاول نعطيك شي سؤال في الثقافة العامة ودي السي محسن. يلا شي سؤال يكون في المتناول. يلا هذا السؤال الأول ما كنبغيوش نصعبوا مع كل مشارك، راك عارف أنت المسابقة السي محسن، مشاركتي معنا مرارا وتكرارا، وشكرا لك بزاف على المتابعة ديالك البرنامج رباح مع شوف تي في. يلا أعطيني خمسة ديال أسماء المدن المغربية ياك؟ يكون فيهم حرف الميم بحال مراكش.
مراكش واحد ميدل ميدل جوج بني ملال بني ملال ثلاثة مرير مريرت أربعة و أيت ملول أيت ملول خمسة ونقولوا مكناس تا هو في حرف الميم أيو نقولوا الحسيمة تا هي فيها حرف الميم يلا هما 10 ديال النقاط سي محسن تبقى في الثقافة عامة ولا تبدل واخا بدلت ولا اشنو تختار باقي لك الدين الرياضة الأمثال الألغاز ولا تقلدني نمشيو الأمثال نمشيو الأمثال الشعبية أنا نحاول نعطيك البدية ديال المثل الشعبي وأنت تعطينا الكمالة صافي الله. مرحبا يلا المثل الشعبي كيقول سي محسن الدنيا تدور والشدة ما تدوم والشدة ما تدوم برافو ليك ها هي 20 نقطة مزيان تبقى في الأمثال مرحبا يلا نحاول نعطيك شي مثال يكون كذلك في المتناول يلا المثل الشعبي كيقول سي محسن الميت ما يقوم والصاحب ما يدوم زيد الميت ما يقوم زعما ما ينوض ما يقوم الميت ما يقوم والصاحب ما يدوم خد مهلة الميت ما يقوم والصاحب ما يدوم تحية كبيرة للمشاهدين اللي معنا في اللايف قالوا لنا القلميم محمدية برافو ليكم بني ملال هادو كلهم مدن مغربية فيها حرف الميم مكناس كذلك تحية كبيرة لكم شكرا لكم بزاف نتوما اللي معنا في اللايف تحية كبيرة لكم من عند خوكم صلاح الدين فرحتي أمام الكاميرا كتواصلوا معنا صوت وصورة يلا سي محسن الميت ما يقوم والصاحب ما يدوم خمسة أربعة فيها الصدقة ياك نعم فيها القافية فيها القافية على وزن على وزن ما يدوم الميت ما يقوم والصاحب ما يدوم فيها القافية على وزن ما يدوم الميت ما يقوم الميت ما يقوم والصاحب ما يدوم خمسة أربعة ثلاثة أقليل أقليل العفة ما عليه لوم كيفاش؟ أقليل العفة ما عليه لوم لا غير قد لنا المثل الشعبي قد لنا الكمال راك قربتي راه في بالي هذا المثل اي راه عارفك في بالك مهما قلتي لنا هذه الكلمه راه في بالك وقليل زيد وقليل وقليل العفه ما عليه وقليل اش العفه العفه كيفاش العفه زعما ما كنظنش جات مع المثل الشعبي العفه يعني الحشمه ولا شناهي تصرفات زعما تصرفات زعما ولكن هي تصرفات فعلا ولكن حنا غير نقولوها صحيحه ماشي مشكل انا نكمل لك المثل الشعبي ونعتبره اجابه صحيحه صافي يلا كيقول لك الميت ما يقوم والصاحب ما يدوم وقليل الاصل ما عليه لوم قليل الاصل يلا يلا تبقى في الامثال ولا تبدل واخا الامثال واخا نحاول نعطيك شي مثال يكون في المتناول نشوف لك شي مثال يكون في المتناول حيت عندي امثله صعاب شي شويه لكن واخا يلا المثل الشعبي كيقول هذا زوين هذا السي محسن كيقول لك المثل الشعبي عبد ربي الكريم محسن يلا يلا محسن اعطينا الجواب بسرعه عافاك عبد ربي الكبير عبد ربي الكريم لا ماشي مشكل ماشي مشكل شكرا لك على المشاركه سي محسن كيقول لك عبد ربي الكريم وما تفرط فرضات الوالدين يلا كبير تحيه كبيره لك سي محسن شكرا لك على المشاركه ديالك بارك الله فيك تحيه كبيره لك شكرا لك اذا احنا مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقه هذا اليوم من برنامجكم رباح مع شوف تي في مباشره من قناتكم شوف تي في نتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقه اخرى من برنامجكم رباح مع شوف تي في تحيه لاسامه كان معكم صلاح الدين فرحاتي نتلاقاو غدا السلام عليكم